كرام. وللمزيد من الحوار ينضم معنا من أربيل المحلل السياسي ياسين عزيز. أهلا بك معنا في حصادنا الإخباري. بداية، رفض سياسي وشعبي لإعادة النازحين إلى ديارهم قسرا، أسباب ذلك الرفض برأيك؟ تفضل. مساء الخير أستاذ حسن، تحياتي لكم وللمشاهدين. يعني المعلومات التي وردت من خلال كلام حضرتك هي معلومات قيمة وواضحة، بأن هناك فقدان للأمن، فقدان للخدمات، عدم وجود حكومة اتحادية أو سلطة حكومية تحكم سنجار وأطراف مدينة سنجار، قضاء سنجار الذي يعتبر القضاء الأكبر ضمن محافظة نينوى. لذا أتصور أن الأوضاع، سواء كانت الأوضاع الخدمية، الإنسانية، الأمنية، إلى ما ذلك من كل جوانب الحياة، تفتقدها فعلا منطقة سنجار. هناك اتفاقية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ونحن نشارف على أن نصل إلى الذكرى الرابعة في 9/10 من 2020. كان هناك اتفاقية كاملة شاملة مفصلة لإعادة الحياة إلى منطقة سنجار وتحديدا مدينة سنجار، لكن الأطراف السياسية وبدعم خارجي للأسف وتنفيذ أجندة سياسية إلى الآن لا تسمح بتنفيذ اتفاقية رسمية موجودة بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية منذ حوالي 4 سنوات. بنود الاتفاقية لو راجعناها تجد فيها كل مستلزمات إعادة الحياة، منها إعادة الأعمار وتسليم السلطة في المدينة إلى الشرطة الاتحادية وتعيين أبناء المدينة ضمن وهذا لم يحدث التي تحمي المدينة. إذن لم ولن يحدث في ظل تحكم قوى سياسية أو أجندات خارجية على منطقة حساسة مهمة واستراتيجية ضمن الحدود الشمالية. نعم أستاذ ياسين، يعني هل الحكومة العراقية وحدها تتحمل مسؤولية إجبار النازحين على العودة لمنازلهم، لا سيما مع غياب مقومات الدعم لهم كما ذكرت؟ ولماذا الإصرار هنا على العودة؟ يعني كما قلت أستاذ حسن، للأسف حتى وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية أصبحت تحكمها أجندة سياسية معينة. كلنا يدرك أن السيدة الوزيرة التي تتبع فئة سياسية أو طرف سياسي لديها مشاكل كبيرة مع حكومة الإقليم والقيادة الكردية. كل هذه الأمور أثرت سلبا. يعني الموضوع في موضوع النازحين أستاذ حسن، الأمر لا يتعلق بسنجار وحدها، هناك مناطق أخرى داخل العراق في محافظة صلاح الدين، محافظة ديالى، محافظة بابل، ومن أهمها منطقة جرف الصخر. إلى الآن الحكومة الاتحادية لا تستطيع إعادة النازحين إليها، أو عدم إعطاء شعور بالأمان والطمأنينة لأهالي هذه المناطق للعودة إلى هذه المناطق، لأنها تحكمها ميليشيات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. هناك إلى الآن منطقة مثل جرف الصخر القريبة من العاصمة بغداد، ليس للحكومة الاتحادية والقوات الرسمية أي سيطرة على هذه المنطقة، فكيف بسنجار التي تحكمها أطراف تابعة للحشد الشعبي أو أطراف أخرى غير عراقية موجودة تحرج الحكومة الاتحادية في علاقاتها الإقليمية، ونحن نشهد أن هناك تقاربا أمنيا وعسكريا وحتى سياسيا بين تركيا التي لديها مشاكل ومخاوف من هذه المنطقة الممتدة إلى مناطق في شمال سوريا. كل هذه الأمور وعدم تنفيذ اتفاقية سنجار فعلا يعيدنا إلى أن هناك عدم وجود قوة أو سلطة للحكومة الاتحادية في فرض اتفاقياتها أو أجندتها ورؤيتها على الوضع الأمني سواء في سنجار أو في غيرها من المناطق. طيب، يعني منظمات دولية دخلت على خط أزمة النازحين وطالبت الحكومة المركزية بإيجاد حلول للأزمة، يعني بعيدا عن الضغوط التي تمارس ضد النازحين، يعني هل سنشهد تدخل دولي لحل الأزمة؟ هناك فعلا تدخل دولي، و الناطق أو الممثل الأممي لشؤون حقوق الإنسان والنازحين أيضا أبدأ استغرابه من هذه
مثلا خلينا نقول مثلا الدعوات او الاملاءات او الشروط او حتى مثلا القسريه العوده القسريه للنازحين. يعني هناك في كل القيم الانسانيه وكل قيم المنظمات الدوليه سواء المتحده او حقوق الانسان، كيف يعود النازح الى منطقته قسرا دون تامين الامن والامان والعيش الكريم له؟ كلنا يدرك جيدا ان هذه المخاوف خرجت من موضوع حكومة الإقليم أو أطراف داخل حكومة الإقليم ووصلت إلى منظمات دولية. وحسب معلوماتي أن هناك نوعا ما ضغوط دولية على الحكومة الاتحادية من أجل التعريف، لكن أيضا الآن أيضا أستاذ ياسين يعني كردستان الاتحادية في التريث، كردستان حذرت قرار، أيضا كردستان حذرت من عدم تنفيذ اتفاق سنجار يعني بشكل علني، مما ينعكس سلبا ويشكل تهديدا للسلم الأهلي، هذا ما ذكرته، وترفض عودة النازحين اليزيديين لمناطقهم. يعني هل الإقليم يتخذ من النازحين ورقة ضغط ضد بغداد لتنفيذ أجنداتها مثلا؟ لا أستاذ حسن، الإقليم وقبل فترة شهدنا أيضا ضغوطات الحكومة الاتحادية في إغلاق ممثليات وزارة التربية في مدن الإقليم. هناك 150 ألف طالب من هذه المناطق يتلقون تعليمهم في محافظات إقليم كردستان. فماذا يستفيد أو ماذا تستفيد حكومة الإقليم لو قلنا أن الأزيديين ممكن استفادتهم كما يدعى أو استغلالهم سياسيا أو انتخابيا أو ما إلى ذلك؟ فعشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الإخوة النازحين من المناطق الأخرى في العراق، ماذا تستفيد منهم حكومة الإقليم وهي تريد؟ ولدينا في سنجار يعني اتفاقية مرتبة كاملة دوليا مدعوم دوليا، عندما تم الاتفاق أو وقع الاتفاق بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية في 2020 كان بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. الحكومة الاتحادية إذا ما أرادت أن يعود النازحون سواء إلى سنجار أو غيرها فلتلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية الحكومية الرسمية المدعومة دوليا، وتنتهي حجج عدم تنفيذ هذه القرارات أو قرار إغلاق المخيمات في 30/7. لذا فالآن الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية، إذا ما التزمت بالاتفاقيات والقوانين والمسائل الدولية في هذه الأمور، أنا أجزم أن هناك لن يبقى لدينا مشكلة النازحين. المشكلة ليس في إقليم كردستان أو حكومة إقليم كردستان، المشكلة في عدم تهيئة الأجواء الصحية والإيجابية والمعقولة لعودة النازحين إلى مناطقهم. نعم، المحلل السياسي الأستاذ ياسين عزيز كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.